بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء المبارك. أدعوكم بداية أن نصلي جميعا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتحل علينا جميعا الرحمة والبركة في هذا اللقاء بإذن الله. في هذا الفيديو سنتحدث عن فضائل عظيمة في القرآن الكريم وكيف يمكننا الاستفادة منها لجلب البركة والثراء وإبطال النحس. سنتحدث عن آية النور والكلمات المقطعة كافها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف، وكيف استخدامها واستخدمها أهل الذكر الصالحين لتحقيق الخير في حياتهم وتساعد في جلب الرزق وإزالة التعطيلات الروحانية بإذن الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الله نور السماوات والأرض، سورة النور الآية 35، التي تعد من الآيات العظيمة لها فضائل كثيرة في جلب الطاقات الإيجابية وتصفية القلب وإبعاد الطاقات السلبية. أما الكلمات المقطعة كافا يا عين صاد وحاميم عين سين قاف، فقد ورد عن بعض العارفين والصالحين أن هذه الكلمات تحتوي على أسرار إلهية تعطى لمن تدبرها وذكرها بيقين، فتفتح أبواب الرزق وتبطل النحس وتزيل كل أنواع التعطيلات التي قد تؤثر على حياة المسلم. أما الكلمات المقطعة كافها يا عين صاد وحام عين سين قاف، فقد ورد عن بعض العارفين والصالحين أن هذه الكلمات تحتوي على أسرار إلهية تعطى لمن تدبرها وذكرها بيقين، فتفتح أبواب الرزق وتبطل النحس وتزيل كل أنواع التعطيلات التي قد تؤثر على حياة المسلم. الآن سنبدأ بشرح طريقة جلسة ورد بسيطة يمكن أن تقوم بها بشكل يومي لجلب البركة والرزق وإبعاد طاقات سلبية عنك وعن بيتك، وهي وسيلة روحانية عظيمة يستخدمها العارفون وأهل الذكر. نبدأ الجلسة بالاستغفار 100 مرة: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ثم نصلي على الحبيب المصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم 100 مرة بأي صيغة، المهم هو استحضار النية الخالصة لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم نقرأ آية النور من سورة النور المباركة 48 مرة بإخلاص ويقين، وهي: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. بعد ذلك نذكر كافها يا عين صاد 195 مرة، وهي من الحروف المقطعة في بداية سورة مريم، وحاميم عين سين قاف 278 مرة، وهي من الحروف المقطعة في بداية سورة الشورى. عند كل خطوة اجعل نية خالصة لله، وتذكر أن هذه الأذكار والآيات تزيل الطاقات السلبية وتفتح الأبواب المغلقة في حياتك. يجب علينا أن نتذكر أن البركة والرزق بيد الله تعالى، وهذه الأذكار هي وسيلة للتقرب من سبحانه. التزم بالورد يوميا وكن على يقين أن الخير سيأتيك بإذن الله. من المهم أن تؤدي الجلسة بخشوع وتركيز لتشعر بالنتائج إن شاء الله. ثم نختم بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسأل الله العظيم أن يبارك لكم في أرزاقكم ويزيل عنكم النحس وكل أنواع التعطيلات. نشكركم جميعا على متابعتكم، ونسأل الله لنا ولكم الخير والبركة. لا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بالحق دائما. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد بإذن الله. ولا تنسوا الدعاء لنا وللمسلمين جميعا. دمتم في رعاية الله سبحانه وتعالى. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.